بالنسبه للكورجي تاع الاثمنه ديال هذه الايامات غاليه، كتروح بين 5800 حتى ل 6000 ديال الصندوق باش كيسقطوها ناس قطر. وبالنسبه للجمله كتباع ب 5600 5400 في المليح. بالنسبه للجبل هذا الغلاء ديالها هذا كتكون في هذه الشهوره كيكون الغلاء، لان هنا في البلاد عندنا هنا في الشتوكه كتكون قله المياه، كاينه قله المياه، يعني الفلاح الصغره الفلاح الصغار كانوا ما مفلحينش. بالنسبه لقله المياه يعني الناس كيستافدوا هما من البراج، البراج خاوي، هذاك الشيء علاش ما كيزرعوش نفس الكورجيت. ودابا الكورجيت كتجي من دكوالا اثنين شتوكه الغرب كتجي هنايا وكتوصل بواحد كيشروها اصلا بالثمن تما بالثمن حيت قليله وكيتزاد عليها مصاريف ديال الكراء، هذاك الشيء علاش كتوصل هنا غاليه. وبالنسبه للكورجيت راه ما غاديش تبقاش غاليه، يعني هذا الشهر 11 وعندك 10 و11 حتى 12 ان شاء الله تقدر تنزل الثمن ديالها، ما غاديش تبقى غلا حيت غادي ان شاء الله يكون غادخل ان شاء الله الكورجيت غتكون نيت هنا في البلاد ديك الساعه. باقي دابا الناس زارعين الكورجيت هنايا باقي غادخل الكورجيت، يعني مازال ما وصلتهاش مازال ما وصلتهمش في القليع. ايوا ان شاء الله يتمنوا خير. كورجيت الكورجيت سميتو من عندها عندها فوائد كثيره بعدا في الصحه، وكيستعملوها اصحاب الريجيم بزاف، وكتبع ان شاء الله وكتبع هي في الثلاث ولا الاربعاء والخميس كيستعملوها في الطعام كيستعملوها، عرفتي المغاربه تبارك الله ما الا ما كان الا ما كان الطعام سبع خضاري ما يكونش وكون شي خصهم ما يديروا الكراك باش ما كانت الكراك غادي يشروها، المغاربه عندنا دار الكرم تبارك الله. بالنسبه للتصدير ما كاينش؟ لا التصدير التصدير غيبدا في شهر 10، كاين تصدير دروكا ولكن شي حاجه قليله ماشي بزاف، كاين في مطيشه بزاف دروك التصدير مطيشه بزاف، والفلفله واقيلا هذيك البر هذيك الطويله واش كاين الناس اليوم شراو بالغلا ولكن ما بقاوش الاحمر باقي الناس باقي ما مولفينش هذا الغلا. دابا حيت كيشتي دابا الثمن ديال الكورجيت راه كيطلع وكيهود، بعض المرات 5000 بعض المرات 5400 اليوم راه 5600 كيسقطوا حتى ب 6000، يعني مازال كاينين شي ناس مازال ما مولفينش دابا، ولكن المليح كيتباع المليح كيتباع. باش كتباع في الاسواق الاسبوعيه واش نقول لك تقريبا واحد 12 درهم 10 درهم باش يتسقط باش غتسقط، لانه هنايا غادي يطيح عليك. دابا الكورجيت راه كتشريها بواحد 26 كيلو هنايا 26 كيلو في الصندوق اللي كتكون فيها 24 25 حره. شنو هو السبب علاش ديما كنلقاو تضرا ولا جوج ولا ثلاثه كيكونوا طالعين؟ دابا غنزل الكورجيت انا غنلقاو ثاني بطاطا العضله. شنو واحد القضيه الخضره الخضره يعني الطلب اكثر من العرض صافي. كان العرض كان في الخضره اكثر راه غتنزل في الثمن، كانت القله في الخضره وكان الطلب كثير راه كتكون غاليه، هذه هي الخضره صافي هذا هو اللي كاين. كانت الخضره كثيره في اي سميتو اي ضمين، كانت بحال مطيشه كانت مطيشه قليله وكاين الطلب راه تغلى، كانت كثيره مطيشه وكاين الطلب قليل راه غترخص صافي هذا هو السوق. الكورجيت سيدي دابا ديال البلاد قليله ديال الغرب هي كاينه شويه ديال دكاله وديال هذه المناطق هي اللي كاينه، والثمن شويه ديالها راه دابا كاينه من 5000 4000 5400 6000 حاجه مليحه. هو الجاب داك الشيء دابا هو سميتو قلت سميتو الانتاج صلا، دابا الناس كي باش كترخص كينقصوها كيخلوش دابا داك ما كيزرعوش كيخلو دابا دار السوق طلع بصحتهم الله يدفعهم تاهم الفلاحه مساكن راه خاسرين وداك الشيء. وديال هنا البلاد قليله السلعة ديال هنا المناطق هنا راه دابا قليلة ديال الشتوكة دابا قليلة شوية، وكنتمناو اليوم تا هما الخير تا هما مساكن. شنو هو الأسباب علاش قليلة هنا؟ الماء كاين دابا الماء الفلاحة الصغار ما عندهمش الماء، الفلاحة الصغار هنا مساكن واكلين الدق واكلين الدق مساكن. دابا داك الشيء ديال التصفية داز المسائل الناس الكبار وداك الشيء هادو الناس الفلاحة كنعرفوني الناس صحابنا وداك الشيء مساكن راه كاين المسكين اللي غار جالس دابا كاع بزاف، وكنتمناو الخير للجميع إن شاء الله الرحمن الرحيم الله يجعل ربي يجيب الشتاء وداك الشيء. يقدر تدور على 15 يوم الغلا هي ما كتشدش الثمن تقدر تهبط. الناس دابا الغلا ما يقدرش يحكم على الكورجيت راه تبقى دايره مثلا 6000 ولا تقدر ترجع حتى 1000 ريال كما مطيشه ريت وكما سلعه اخرى ني إيه تقدر ترجع ل 1000 ريال ما يتحكمش عليها باش غادي تبقى دابا شهر ولا شهرين ولا هي غير وجبات. كاين اللي كيقول بان الاسباب ديال هذه الكورجيت هو اللي خرجت لبرا. لا 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 الكورجيت دابا قلت سميتو الانتاج دابا الناس ما كيغرسوش كيجوا واحد الوقت دابا كيزرع واحد العدد فاش كتكون رخيصه دابا الناس كيتخلعوا عاوتاني ما كيزرعوش فاش تغلى غادي يغرسوها الناس عاوتاني كيزيدوا عاوتاني
يزيدوا غير سوق. السلاوي شويه، السلاوي دابا طيح حتى من 70 درهم حتى 80، كان غلا طاو شويه 120 درهم 140 درهم، دابا 60 درهم 70 درهم 80 درهم. فين كتمشي الكورجيت؟ الكورجيت ما كتمشي بحدا هنا، الكورجيت غير دابا القل، دابا غير القل فيها ماشي سميتو. كاينش الناس دابا بعد الوقت ما كيغرسوش، تيمشيو دابا يغرسوا باش تكون رخيصه، كيتخلع منها عاوتاني تيحبس. كنشوف هاد الكورجيت اللي معروضه الجوده ديالها شويه ناقصه. شنو هادي دابا غليظة، هادي دابا ما كل كيديها بعد الناس اللي كيدوها ماشي إيه، ما عندها غلا ما كاينش في السوق، هذاك الشيء هو اللي سميتو. انت سيدي بيع وشري قلتي إيه شريتي الكورجيت بواحد الثمن إيه و بعتيه بواحد الثمن كلو وضعتي فيه، تكسر من هنا. بالنسبة لي دخلت السوق جبرت 6000 ريال اللي كاينة في الكراف في السوق، درت عيط شطر راسي تقديت ب 5600 15 صندوق، جبتها للصاص بحال الحال ما فيها ما نشد، 5600 بعتها ب 4000، خليت 16 اللي خليت في الصندوق. واش ديما كيوقع لكم هادشي ولا غير هاد المرة ملي كان هاد الغرام؟ لا دابا مع الموجود، إلا ما كانش موجود الكراعة ديما تمشي 7000 6000 8000، الكراعة واعرة في السوق، هي اللي واعرة عندنا في السوق بحالها بحال المطيشة. نفس المشكل هي المطي بحال المطيشة بحال الكراعة. اشنو اخر مره اللي كانت غلات فيها؟ الا كنتي كتهضر عليك شحال هادي؟ شهور كانت مشات ل 35 ومشات ل 40، هي ديما غاليه تهبط وتهبط، عندها 4 ايام في السمانه، 4 ايام في السيمانه شي هو يكون طعام ولا ما يكونش، ما كاين لا النقل ولا اللي هو طامع. دابا انا طامع شريت كراعه بداك الثمن، نويت انا فيها شويه البيع وشري هو هذاك، اما المغامره ما دخل الفلوس ما تصور فلوس. شنو هو البديل ديالك؟ فين اللي كنا انت تحاول انك تسترجع هذه الخساره اللي خسرتي؟ البديل ديالي هو الخسير، هذه الخسارات اللي ناوي باش نردهم انا، هي خصني نصبح في السوق كما كانوا نتمشى مع الناس، هي الا طلعت نطلع معها هبطت نهبط معها اين حاجه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.